أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل يقدر يدزلنا رسالة على الرقم المخصص للواتساب اللي هو آخر رقم جواب صف إشارة الواتساب، حتى نعرف آراءكم باللي نعرضه أو اللي عندكم من مواضيع تردون طرحوها للحلقة. ونبدي حلقة اليوم بأول ملف ويانا، اللي هو ملف جامع سامراء الكبير والمدرسة العلمية التابعة له. هيئة علماء المسلمين بالعراق حذرت من قيام ما تسمى بالعتبة العسكرية ومشاركة ميليشيا سرايا السلام وياها وديوان الوقف الشيعي همينا أن يتممون استيلائهم على جامع سامراء الكبير والمدرسة العلمية المتصلة به. وأكدت الهيئة على أنه هاي خطوة ثانية جديدة بمشروع الاستيلاء الممنهج على الأوقاف الإسلامية بالعراق وفرض الوصاية الطائفية اللي يرفضها الشعب بسطوة القوى العسكرية. الهيئة قالت ببيان أن العتبة العسكرية أقدمت وبتواطؤ ويا السلطات الحكومية على تغيير اسم الجامع الكبير بسامراء وإعادة فتحه تحت مسمى طائفي جديد متخذة من ذريعة إعادة ترميم القبة غطاء حتى يستحوذون بشكل كامل على الجامع بجريمة مكتملة الأركان مثل ما قال بيان هيئة علماء المسلمين في العراق، وعن سابق إصرار وترصد على مدى 17 سنة. وبينت أن الانتهاكات اللي ارتكبها ديوان الوقف الشيعي بمعونة الميليشيات تحت مظلة السلطة الحكومية مستمرة بكل أنحاء العراق، خصوصا اللي يتعلق منها بالهيمنة على الأوقاف الإسلامية بمحافظات عدة. هيئة علماء المسلمين في العراق دعت علماء العراق بشكل عام، علماء سامراء بشكل خاص، والعراقيين كلهم، وأيضا أهالي مدينة سامراء على وجه الخصوص، أن يقومون بواجبهم، واجبهم اتجاه دينهم الحنيف واتجاه مدينتهم واتجاه الأوقاف الإسلامية، واللي تقتضي مروءتهم بالدفاع عن تاريخ هاي المدينة اللي وصفتها مدينة صابرة ومجاهدة ومجيدة، وحاضرها ومستقبلها اللي هم حاليا مهددين على حد سواء. علماء والشيوخ عشائر سامراء رفضوا محاولات الاستيلاء على الجامع الكبير والمدرسة العلمية بالمدينة، وأكدوا أنه هاي خطوة جديدة حتى يشعلون بها الفتنة الطائفية من جديد بالعراق. خلونا نسمع سوية جانب من بيان شيوخ وعلماء وشيوخ عشائر سامراء. كان استنكار من أهل سامراء بخصوص تصرفات إدارة العتبة العسكرية بتغيير اسم الجامع الكبير في سامراء، نقول في الوقت الذي تعصف بالبلد أزمات عنيفة تكاد تذهب بالبقية الباقية من تماسكه، تفاجئنا الجهة المسؤولة عن إعمار العتبة العسكرية بتغيير اسم الجامع الكبير في سامراء محاولة للاستحواذ عليه بحجة ترميم قبته. وقد حذر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من اغتصاب الأرض، فكيف باغتصاب بيوت الله تعالى؟ إذ قال: من اقتطع شبرا من أرض لا تحل له طوق بها على رقبته بسبع أراضين يوم القيامة. فضلا عما سيعقبه من إشعال لنيران الطائفية وإذكاء للهيبها. هذا جزء من البيان سمعناه سوية. القوى والأحزاب والكتل والتيارات والميليشيات الطائفية اتمادت باستغلال بشكل مدمر لموارد العراق الثقافية والتراثية، وتمادت باستغلال هذا الشيء لأغراض سياسية بحتة. وتستمر حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشيعة السوداني أنهم غمض عيونها عن تغيير التاريخ بصلافة وراء ما تم الاستيلاء على الجامع الكبير بمدينة سامراء من قبل ما يسمى بالعتبة العسكرية.
وغيروا اسمه من الجامع الكبير إلى جامع صاحب الأمر لتحقيق مكاسب خاصة بهم. واللي يقلل من دور هذا الجامع التاريخي باعتباره مسجد لكل العراقيين ويشجع الاستيلاء على الجامع الكبير بسامرة، إذا ما فكرنا بها بصح تلقون أنه هذا يشجع جهات طائفية ثانية أنه يستغلون ويشوهون تاريخ العراق وهويات موجودة بأماكن عدة مشتركة تكون لهم وزيلة حتى يزرعون الانقسامات الثقافية بين أبناء المجتمع العراقي. وهذا الشيء يضر بشكل أساسي بالحياة الدينية، بالحياة الثقافية، بالحياة الاجتماعية، بالحياة بشكل عام بالبلاد، وتترك المجتمع بانقسامات أكثر وأكثر وأكثر بوقت العراق محتاج به إلى وحدة، بوقت ثوار تشرين رفضوا بالطائفية، بوقت المحاصصة الطائفية المقيتة اللي جابها المحتل الأمريكي الشعب مرايدها. هذا كله دي يصير بسبب السياسات الطائفية. علما الجامع الكبير بمدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين أغلق سنة 2006 وما انفتح لحد اليوم، وسيطرت ميليشيا سرايا سلام عليه ونشرت ما يسمى بالعتبة العسكرية، وإعلان تبين فيما بعد أنه تم تغيير اسم الجامع الكبير إلى جامع صاحب الأمر وراء ما تم ترميمه مثل ما زعموا. هذا الشيء أثار ردود فعل غاضبة بين العراقيين على الاستيلاء الصلف والقبيح والطائفي والسياسي البحت. علماء وشيوخ عشائر سامراء حذروا من مغبة السكوت على هاي المحاولات اللي تستهدف مساجد السنة، ودعوا السلطات أنه تتدخل بشكل عاجل وأن توقف هاي الممارسات حتى تجنب الشعب التصعيد الطائفي لا سمح الله إذا صار، لأنه أكو ناس تتذكر الطائفية بال2006 ايش سوت، واللي تحاول بعض الجهات تثيرها بالمدينة وبغير مكان. وناشطين وأكاديميين تفاعلوا على وسم جامع سامراء الكبير وطالبوا الجهات المعنية أن تتم إيقاف السرقات اللي تقوم بها العتبات المقدسة بقوة السلاح هي والميليشيات. خلونا نسمع جانب ثاني من بيان علماء الشيوخ عشائر سامراء قبل ما نستعرض التغريدات على هذا الوسم. أنا الأوان أن تعاد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها، بأن يعاد الجامع الكبير والمدرسة الدينية المجاوران للأئمة الأطهار رضي الله عنهم إلى أهل مدينة سامراء الذين يعدون هذين الرمزين جزءا لا يتجزأ من تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم وكيانهم. وهذا هو السبيل الكفيل والأوحد لقطع الطريق على العابثين بمقدرات البلد والساعين في تمزيق وحدته والسائرين في ركاب أعدائه المنفذين لمخطط المحتل وأعوانه. وهذا هو المطلب الأساس هذا اليوم من أهل المدينة، الذي يجب على الحكومة فوراً أن تقوم به، بل هو من أوجب واجباتها. أنتوا تعرفون شغلة أنه جامع سامراء الكبير منه بناه، والمأذنة الملوية منه بناها؟ العباسيين اللي هم نفسهم اللي جوي وراء 2003 يريدون يشيلون التمثال مالته بساحة أبو جعفر المنصور، وكانت سرة من رأى الاسم الأول لمدينة سامراء عاصمة للدولة العباسية في فترة من الفترات. يا ترى ليش هسه يردون هاي المدينة؟ الناس لما شافت هذا الفيديوهات أو هذا البيان وعرفت بالموضوع قلنا لكم غردت على هاشتاج اللي هو هاشتاج جامع سامراء الكبير، وحسين دلي غرد ويقول الصورة توضح استقلالية مرقد العسكريين علي الهادي والحسن العسكري عن جامع سامراء الكبير بسياج واضح من جهة الغرب، فضلا عن المدرسة العلمية التي أنشئت عام 1889 على نفقة الدولة العثمانية آنذاك. إذا كانت القضية للصلاة فالمرقدين فيها فسحة كبيرة، فلمصلحة من يتم الاستيلاء عليه.
صديق سامراء يقول: مدينة سامراء مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو والتلاعب بآثارها جريمة كبرى، كما أن جامع سامراء الكبير والمدرسة العلمية من أهم آثارها، وتخرج منهما خيرة العلماء والأساتذة، ولهما رمزية خاصة في داخلنا، والاستيلاء عليهما سرقة لنا وانتهاك لحقوقنا وتأجيج للفتنة الطائفية. حسين السبعاوي يقول: لم تأتي حكومة إلى العراق تستولي على المساجد ودور العبادة رغم تنوع هذه الحكومات الملكية والجمهورية والقومية، بل جميعها كانت تحترم المساجد وجميع دور العبادة إلا بعد استلام هذه الأحزاب الطائفية الإسلامية بين دبل كوتيشن السلطة، التي استباحت كل المقدسات تحت مبدأ نصرة المذهب هاشتاغ جامع سامراء الكبير. وزياد السنجر يقول: عمليات التغيير الديموغرافي والاستيلاء على الجوامع وعقارات الوقف السني وأراضي ومدن ونواحي بأكملها منهج ثابت وضعه المقبور سليماني، تمتثل له وتطبقه كل الميليشيات الإجرامية في عموم إنحاء العراق، منها ميليشيا سرايا مقتدى في سامراء التي اغتصبت الأسواق والمحال التجارية، و هاشتاغ جامع سامراء الكبير. هاي كانت أبرز التغريدات على هاشتاغ جامع سامراء الكبير الذي استولت عليه العتبة المقدسة أو العتبة العسكرية مثل ما يسموها، وميليشيات سرايا وديوان الوقف الشيعي. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، هذا الشغل كله تخطيط إيراني. نعم. كله تخطيط إيراني، هذول ذيول الإيران. ايران تقول له سوي كذا سوي كذا، يسوي مثل ما تريد ايران. نعم. يعني هسه هو من عيقول هذا الجامع، الجامع هو سواه بوقته سواه بالعهد ماله سواه. زين اتحدى هذول كلهم الموجودين المعممين يطلعون بالبرلمان. انت لا. معمم طالع بالبرلمان. زين داعب مسجد، داعب حسينيه، داعب ابني، انت مو تجي على شيء مبني وتسميه ال- 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 المستشفى الفلانيه. يا المستشفى الفلانية مو أنت بنيتها ولا أبوك بناها، الجامع مو أبوك بناها. زين أنت من تضيفة شنو وقف سني وشنو وقف شيعي؟ عمي كلها عصيح لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. هاي العقلية عقلية إيران. عمي هذول فرص، هذول بس دوا عليهم سيدنا عمر من كسر رؤوسهم. هذول ناس دايحة ماكو، وعتمشى العراق إلى هاوية إلى فتنة. زين نرجع لل 2006 من تفجر سيدنا على الهادي، التفجير مع القبة، المرقدين العسكريين. نعم. الفجر منو؟ الفجرت ايران استاذ العزيز، ايران والعون مالها امريكا، نعت الله على امريكا. نعم. هذول الفجروا اللي يسوون فتنه طائفيه بين الشعب، شعب متاخي، شعب احنا من نحكي يقول لك والله هذا لو بعتي له صداني. انت ارجع القبة 2003، اكو وقف سني وقف شيعي؟ ماكو وقف سني وقف شيعي استاذي. نعم. زين وقبل احنا خدمنا بالجيش، ماكو واحد يقول هذا سني هذا شيعي، اللي يقولوا هذا سني هذا شيعي الضبط صدام حسين الله يرحمه يقصون لسانه. عمي ماكو شيء، هاي راح يودون العراق الى هاويه. يعني زين انت ليش ما تمنع المخدرات الحطب من ايران؟ زين انت ليش ما الداعي بالمايه اللي انقطع من ايران؟ والله انت جاي ايران شتمشيك تمشي على راي ايران؟ يعني انت شنو يعني يعتبر عامل خدمة عند ايران؟ سوي كذا سوي كذا. يا عمي الله يخلص من هالوجوه القبر حيث السامع، والعسو فتنة والسلطة طائفية بهذا الشعب العراقي. الشعب يعني صار يتحمل اكثر من طاقته، والله يستر من تاليها. يعني شنو كيف ترجع مثل مشاهد بغداد، القتل بالشارع والقتل على الهوية والقتل يصير؟ ماكو شيء عمي. والواقع بها المسلم، والامريكي والايراني تدفع اسرائيل. الاسرائيلي كيف من مسلم يقتل مسلم؟ يعني ليش؟ يعني ماكو عقول؟ انت يا ابو عمامه حاط عمامه فوق راسك، حيش عمامه سيدنا الرسول حاط عمامه فوق راسك، ما براسك عقل؟ ايش في هذا العقل؟ افتح راسك ايش يطلع بيه؟ حش السامع تبن؟ نعم. شكرا 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 لك ابو عبد الله. المشكله اللي قالها ابو عبد الله انه قضيه هذا وقف شيعي وهذا وقف سني، يعني حتى بهاي دخلوها محاصصه لان بيوت رب العالمين وللمسلمين بشكل عام. يعني اذا واحد راح المنطقه وما بيها جامع ما يقدر يصلي مثلا بحسينيه؟
فأنتوا شون قسمتوها هاي علما وذيك علما؟ فالحل مثل ما قال أبو عبد الله أن ذني كلني جمعا يصيرا أوقاف إسلامية أو وزارة الأوقاف مثل ما كانت قبل. نروح إلى ملف الثاني وهو قضية الدولار. تعرفون اللي دا يصير بسالفة الدولار، ولا سبب البنك المركزي العراقي بدأ إجراءات تتعلق أنه يتم تزويد الشركات والتجار بعملة صعبة. ليش؟ طبعا هذا الشيء مو بكيفه، هذا أنه البنك الفيدرالي الأمريكي وطلبه من عنده، هو غصبا ما عليه نفذ، واللي فرض بمطلع كانون الثاني الماضي يعني بشهر واحد حزمة من الإجراءات على العراق حتى يحدون من تهريب الدولار من العراق إلى إيران ومن العراق إلى نظام الأسد في دمشق. هذا الواقع خلى هواية من الشركات ورجال الأعمال العراقيين أن يلجأون إلى طرق ثانية حتى يحصلون بها على الدولار، خاصة الجهات اللي مدرجة أسماءهم ضمن القائمة السوداء للبنك المركزي العراقي أو الأمريكي. الأيام الماضية تسجلت عمليات احتيال جديدة تتورط بها شركات استيراد، ثانية تتورط بها مكاتب صرفة، ثالثة تتورط بها مكاتب تحويل العملة والتحويلات المالية، والأخت يتورطون بها رجال أعمال. شو يسوون دولة؟ يدزون عشرات الشباب إلى الدول حتى يسهل الحصول على تأشيراتها والاستفادة من المبلغ اللي يأخذونه داخل المطار، بحيث أنه يجي الشخص قبل بضع ساعات، يعني قبل كم ساعة أو يوم واحد، ويرجع بالمبلغ اللي حصل عليه من البنك المركزي بالسعر الرسمي على اعتبار أنه هو مسافر، بينما الدولار بعده بالسوق المحلية العراقية 100 دولار، العفو الدولار الواحد ب 1520. يعني الفرق بين السوق والمنافذ اللي وجدتها الحكومة 22 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، يعني الألف دولار 220 ألف. هذا الشيء خلى الناس بفوضى، بازدحام، بتسيب قدام منافذ بيع الدولار، خصوصا إذا عرفنا أنه البنك المركزي خلى بس مصرف الرافدين حصرا هو اللي بيع الدولار. حتى تعرفون الصورة، هناك أمام مصرف الرافدين في شارع فلسطين أو فرع شارع فلسطين ببغداد، شوفوا هاي الصورة، فرع شارع فلسطين صاحب المحشى، هاي العالم واقفه هنا ابو عجيل، هاي السعودي من الصبح العالم هسه الله راح يمشي 75 سنه. مصرف الرافدين الكاظميه المحيط، هاي الصرف مال الدولار، توزيع الدولار لغرض السفر، رقم القائمه 275 اسم. شوف اخوان، هيت وتسيب وناس فوق السياج، والحج هنا حاط ايده وضارب دالغه، وهنا انا واقف له اخذ له صفنا مين يفوت، وين اكو مكان يقعد بيه او يطب من عنده، وهنا الجماعه قاعدين، واكو وحده قاعده تحكي بالتليفون. اردفتهم هاي وين؟ هاي بيا سنه بال 1830 ماكو نظام. اذا فكرنا بهذا الموضوع، حكينا لكم اكو طرق للاحتيال تصير بيه، لأنه الفساد بكل شيء بالعراق، فأي شيء يصير بالعراق لازم يبتكروا له، لأنه عندنا براءات اختراع بالفساد. عمليات الاحتيال اللي تصير بيها أنه أكو شركات تصدر تذاكر سفر وهمية، يعني كذب، تخلي صاحب هاي التذكرة يروح إلى المصرف يأخذ المبلغ اللي من المفترض أن يأخذه بالسعر الرسمي، زين، وهيئة السياحة العراقية حذرت شركات السفر والسياحة كلها اللي موجودة بالعراق بوقت سابق أن تقوم بإصدار تذاكر سفر مو صحيحة أو قابلة للإلغاء، وأكدت أن المواطنين بيصدرون تذاكر سفر مو صحيحة أو تذاكر سفر يقدرون يلغوها قبل ليلة أو ليلتين أو قبل ساعات حتى يروحون يتسلمون المبلغ المخصص للمسافر بالدولار. هذا نشاط يضرب الاقتصاد الوطني حسب هيئة السياحة، ويقوض جهود البنك المركزي لضمان استقرار أسعار الصرف، وتتسبب هاي العمليات الاحتيالية بمزاحمة اللي يريد ياخذ دولار حتى يطلع يتعالج أو يستورد أو يستثمر من خارج القطر، وصدق هو مسافر بأناس كذابة. خلونا نشوف. يا
خابوا ابو يقول ده ده خابوا ابو ده تعرفون جتني فكره وهسه الفيديو طالع حلها بسيط ترى هسه مو اكو كاونترات بوردنج مال مسافرين بالمطار اللي يختم الجواز وصدق راح يسافر خلي المنفذ وراه فالكذاب ما يقدر يوصل له ترى بسيطه على كل الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق من فيسبوك ثائر الحيدر يقول صارت تجارة لأصحاب الشركات والتجار وضحك على الفقير خلي يصير البيع مباشر للمواطن وبنسب محددة والله ما ينزل الدولار اللي يصير البيع مباشر لأن تجار العملة والمهربين مسيطرين على السوق ساروكي ثائر يقول أريد أعرف شو سوت الدولة للفقير هسه أشو السوق كله معلق بعده عادل أبو العز يقول المقصود للمسافر يسلم المبلغ بالعراقي لأحد المصارف المذكورة ويستلم دولار من فرع المصرف بالمطار ومنو يضمن وإذا لم يسلم المبلغ بالمطار هل يترك الطائرة؟ سؤال مشروع وأبو عدي الراوي يقول حرامية فاشلين ونشالة وعربانشية الله لا يوفقكم يا كذابين أو كذابين فأنا قلت لكم وراء البورد يخلون منفذ مصرف الرافدين وراها عنده نص ساعة ساعة المسافر يطب السلام عليكم يا ابو هاي التيكت مالتي انا عبرت على المبلغ اعطوني ثمالة ابو علي من واسط حياك الله مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لاعلانك ولجمهور الرافدين حياك الله سأسأل اقتراحك يعني حقيقه افكر به لكن وين الفساد دي انت نعم. كمواطن تقترح انه يصير هذا الشيء حتى تقطع الفساد طيب اذا الدوله اساسا تشجع على الفساد أكيد ما راح يسوون هذا الشيء. هما بالمطار أنت تروح أنت للمطار تطلب من عنده يقول لك أعطيني مستمسكاتك يعطيك التذكرة والجواز يستنسخن يخليه هنا ويعطيك 300 دولار يقول ما عدني بينما هو يسجل 1000 دولار أنه هذا الشخص استلم 1000 دولار. نعم. والألف دولار الباقية هو يروح يبيعها. الدولة هي دولة أساسا مشجعة الفساد. يعني الدولة أساسا من خلت سعر صرف الدولار 100 ب 1300 نعم. هي شجعت على الفساد يعني لو الفترة الدولة ترى ما سوت شيء مع الفترة الأمريكية ما سوت أي شيء السوق هو اليوم يحدد السعر نعم. يعني تخيل أنا لأهل الصيف شو يسوون هاي الصيف يقول لك تعال أنت موجود هاك هذه تذكرة السفر مزورة وخذ جوازك وروح وهاك هذا مبلغ 1,300,000 أو 1,320,000 روح جيب لنا 10 ورقات وتعال وأنا أشتريها منك 140 طيب هذا 1,400,000 طيب هذا الفقير اللي ما عنده وما يشتغل يوقف 5 ساعات يوقف 6 ساعات نعم. على ربح 80,000 باليوم ما عنده أي مانع نعم. فلذلك الدولة هي مشجعة على الفساد الدولة هي اللي تساعد على الفساد نعم. وتدري بيهم ترى هذا يعني هذا رزق ما كل التهريب اللي قبل كان يصير هذا اليوم بدلوا إنه أنتم تضاربون بالعملة ونفسهم أهل الصرف يبيعون المفروض الدولة تخلي سيستم واحد عند أهل الصرف وأهل البنوك أنه أنت من تجي تدخل اسمك وتدخل معلوماتك وتأكد معلوماتك صحيحة أو لا وتحاسب أبو الصرفة ما تحاسبك أنت كمواطن لا. لذلك أبو الصرفة من يشود أكو حساب وراء ما راح يدخل معلومات صحيحة ما يدخل معلومات عفو ما يدخل معلومات غلط راح يتأكد من معلوماتك صحيحة أو لا يخاطب لشركة الطيران عندهم ريفرنس نمبر مالتهم فلذلك الدولة ما تلقى حلول الدولة جاي تخلق مشاكل نعم. الدولة الساعتين جاية تشغل المواطن بمشاكل لا أكثر ولا أقل نعم. وسلهم لاحظ شغلوهم بالمستوى الهابط شغلوهم بالدولار شغلوهم حتى بالزيارات الموجودة ويقومون بها شنو يوزع لي طبقة بيض حتى يخفض أسعار ما هذا ما تخفض أسعار احنا عندك انت 42 مليون نسمة موجود في البلد شلون تحدد الأسعار ورمضان جاي نعم. أكيد راح تكب الأسعار لذلك الدولة ما عندها خطة استراتيجية الدولة جاي تساعد الفاسدين للفساد جاي ترضيهم على الأمور اللي اتخذتها أمريكا بالأخير ترضيهم بهذا التضارب بالدولار اللي بالعراق أنا شكرا شكرا المعرفة. شكرا لك أبو علي أبو عبد الله من أربيل حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أشكرك على البرنامج أرحب بالمتابعين حياك الله أخويا واجبنا الله يخليك استاذ بالنسبه للدولار والله هسه انا حاليا قواتي 2 وخاصه طلعوا للعمره
والله دينار واحد ما اخذوه من المطار، دينار واحد من المطار قالوا لهم ما عندنا. سألوا الطيارة وطلع. منو ما عندهم؟ هذه الجوازات بالمطار غير حيث مال البنك. الفرع مال مصرف يعني فرع المصرف اللي بالمطار ما عنده دولار. اي والله قال ما صلوات اي ومجبورين صعدوا للطياره واخر شيء والله والله العظيم انتم موجودين مكه وبالمدينه رايحين طالعين عمره هم كافتهم خواتي اثنين وخالتي احنا اذا على 7000 دولار يعني قد تطلع احسبها 21000 يعني شتين شويه. نعم هاي سرقوها طبعا وتاكيد اولوياتهم موجوده هناك يدبروها وهاي مباغت الامور الفرق عندهم بينه هاي وحده. الثانيه تتذكر استاذ من زمان لما صارت هاي المشكله مال الصدر وجماعه اللي طاف مو قلت لك استاذ طاف فيها فسوه؟ نعم مو قلت لك؟ نعم انا حكيت الحكايه وقتها متاكد انه طاف فيها سوه. شوف شكو قوانين شكو شغلات معطله كانت كنت السنة متى يقدرون يحقلوها هم هسه ما بطلع أصدر هم صاروا أغلبية هسه كيف مسكوا قوانين تعجبهم يجيبوها ويطلعوها يطلعوها ويمشوها على العالم يقولون على المستوى المحتوى الهابط. ليش هو أكو محتوى هابط أكثر من المسؤولين الموجودين عندنا يطبقون الإسلام بالعراق إذا تطبقون اللي حتطبقوا على السارق والله ثلاث أرباع المسؤولين من 2000 وكذا لحد الآن ثلاث أرباع أياديهم تتقصص كلهم كلهم نعم نعم كلهم. شكرا شكرا لك أبو عبد الله. أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. أبو أحمد عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني عزت في نفسي جدا وتألمت جدا على الموضوع الأول حقيقة نعم. لأنه أولا من قسم هذه التقسيمات هو المحتل عام 2003 إلى وقف شيعي وقف سني وقف الأديان الأخرى نعم. هي كانت وزارة أوقاف وحدة وكل واحد موزع الشغلات اللي عنده وقاعد ساكت. هذا واحد. اثنين أنا رجل شيعي سامراء مدينة سنية شئنا ما بينا هذا تقسيم تاريخي قديم. أبو أحمد أبو أحمد لا ولا أمر عليك شلنا علاقة شيعية أو كان السنية ما ذكرت كانت قبل نقول هاي مدينة سنية وهاي مدينة شيعية. حتى وزارة الأوقاف سابقا كان اسمها وزارة الأوقاف الدينية ما قالوا الإسلامية أصلا. أنا ما أمن بغاية صدقني ما أمن بغاية بس هذا واقع حال فرض علي أنا إذا تسمح لي أنا إذا شيعي يعني إذا تسمح لي أنا ما أمن بها صدقني وما تخش بدماغ نهائيا. نعم بس أنا واقع حال دا أحكي بالوقت الحاضر. نعم سامراء أغلبية سنية شئنا أم أبينا يجب أن نحترمها. No. السوامرة أشاعر يرجع نسبها إلى الإمام الحسن عليه السلام. No. يعني عائلة ألبو عباس سامراء يأدي أصدقائي أولاد عم يعني ساكنين في سامراء سكنهم في ذاك المكان. أنت تجي الآن تريد الأمور الشعب العراقي أبر هاي الطائفية وتجاوزها تريد تلغم له تفتح له لغم جديد تورط العالم بهاي الشغلة. No. أنا No. أتمنى من العقلاء ما ينجرون وراء هذا الموضوع. رقم اثنين اسمح لي اخيرا بس اذا تسمح لي. لا تفضل استاذ اسد الورد زين اذا انت تشبع يا وقف شيعي ليش ما تروحون على العتبه الحسينيه والعباسيه اللي هم دوله صارين دوله داخل دوله اتحداكم اذا تقدرون تحاسبوهم على فلس واحد يصرفوه او فلس واحد يجيهم فرايحين تدورون على جامع سامرائي تاريخي قديم تغيرون اسم الشيء يعني هذه ترى سوالف خلي يبطلون من عندها رجال. شكرا جزيلا شكرا شكرا لابو أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي الكريم. نعم. كان يطلع السياسي. سياسيين نحن المنسوبين للجنوب. نعم. يطلع السياسي كلها صح وراء الأطفال والنساء. حبيبات علي. كان السياسي من يجي؟ لا يردون يحترمون حربنا بس بالطابور. يعني خانوا العهد اللي اجوا فيه خدمة المجتمع. أنا ناشد وزير الكهرباء أقول له وزير الكهرباء دول أهل الجباية أهل الكهرباء ناكدتهم قلت لهم ليش تفضل الكهرباء على ناسهم وجباياتهم عشوائية يقول له هي تجي من وزارة الكهرباء اللي ما يجب كهرباء وما يأخذ جباية كبيرة وصرده من الدائرة قال يقول بحيث كل تطلع وتفضل الكهرباء المواطنين كل مجل للدائرة خبر يسلمون فلوس قال استبداد للمواطنين لا مو استبداد
زين انتم مو ماخذين النفط مالته وتركتم مصارف العالم من عنده من مشرق الارض الى مغاربها. نعم بصوا الدنيا كلها يعني المواطن بدنا وبيوته طيل الدخول الكهرباء. نعم ما تستحون تستفزون المواطن الفقير بالجنوب اللي ما يملك حتى ما يصرف الصحي يشربه. نعم شكرا لك ابو علي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدولة وبشكل واسع صور المدخل قسم التصديقات بوزارة الخارجية العراقية ببغداد. وزارة الخارجية اللي لها علاقة ب حتى ويا الأجانب. المدخل شنو؟ المدخل ما شاء الله عليه نظيف. هذا مدخل قسم التصديقات. هذا مو دربونة فرع، لا هذا قسم التصديقات بالوزارة. مشهد غير حضاري. مشهد يبين لكم حجم الإهمال اللي تعاني وزارة عراقية سيادية تعتبر هي واجهة البلد مثل وزارة الخارجية اللي يجيها العراقي والأجنبي حتى يصدق أوراقه الرسمية. تفضلوا. وزارة الخارجية يطلع هاي الزبالة يربالك زبالة. تصديقات مع الخارجية تطلع أول ما تطلع من الباب هاي يربالك الزبالة. زبالة الخارجية قد يأخذون فلوس؟ هاي الخارجية وزارة الخارجية العدل بيئة شلون؟ سألت سؤال حلو، قالت هاي الخارجية العدل بيئة شلون؟ تخيلوا هذا الحال بوزارة الخارجية. تخيلوا هذا الشيء اللي دا يصير هو بوزارة. تعرفوا شنو المؤلم هم يعني بالموضوع؟ ترى هذا مو بعيد عن الوزارة. هاي الصور اللي دا تشوفوها هنا هي صور ثانية تبين لكم الحال المزري للمنطقة المحيطة بوزارة الخارجية العراقية. المنطقة إذا دا تشوفوها هنا طين برك من المي برك من الأوحال بسبب الأمطار اللي صارت بموسم فصل الشتاء. طبعا الحكومة ما لها أي علاقة والمشهد مخجل مو مخجل مدار بال وحال العراق إذا صار بي خير أو ما صار بي خير هي ما لها علاقة. وإذا تردون تعرفون الوضع بباب وزارة الخارجية أو دائر مدار وزارة الخارجية اتفرجوا هالفيديو. وزارة الخارجية من هنا هذا مدخل إلى وزارة الخارجية. وينكم يا أمانة؟ أمانة بغداد مرفق حيوي كل الدنيا تراجع كل الناس تراجع تريس شنو هاي مواله مكتب الوزير قسم الشفاوة وزارة الداخلية يا الله الإنتاج العظيم الذي أنتجته الحكومة خلال 20 سنة ما شاء الله ما شاء الله. لا مرة قادرة تعبر عدل ولا سيارة قادرة تمشي مرتاحة ولا شايب قادر يمشي براحة ولا مواطن ولا طفل. أدري حتى في فيلم الرسالة بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحراء بالرمل مطرة الدنيا ما صار هيك طين. ومن يجي وزير خارجية دولة معينة ويريد يطب للوزارة مين تفوتوا نفق سري من جوا القاع. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك المحامي جعفر صالح الجبوري يقول ونحن بدورنا نبارك لهذه الحكومة ولسابقاتها للعمل في جعل مؤسسات الدولة في قمة الفوضى والفساد والله بارك الله بيك. محمد الغايب يقول مع الأسف هكذا أصبحت وزارة الخارجية في ظل ديمقراطية الأمريكان المحتلين فعلا دمروا البلد. وحوراء عدنان تقول هاي لو مكمل التصوير من الممرات للشارع العام إذا ما مطرت نوتلة تصير كل مرة أجي ألقاها أتعس. وفلاح حسن يقول وأخيرا تم تصوير موقع التصديقات تدخل كلها لابسين قوط
وبعضهم ما يتحكى والبعض الآخر مو محترمين وناطين حق المواطن. وما ننسى الرسوم الزينة وأي خدمات للمواطنين ماكو، خاصة الشارع اللي تعبان ولا أكو سقيفة بالخارج يوقف بها المواطن بالصيف أو بالشتاء. فتخيلوا وزارة سيادية مثل وزارة الخارجية هذا حاله، فما بالك بوزارات أخرى. ملفنا الأخ مشاهدينا الكرام اللي هو حكينا عنه في وقت سابق وصارت به تظاهرات كثيرة، اللي هو أصحاب الأراضي الزراعية. الحكومة وعدتهم أنه تملكهم القاع اللي هم بيها، لكن تفاجأوا أنه ما تملكوا، ما كملوا المعاملات مالتهم، وطالبوا بتظاهراتهم أن يتم الإسراع بإنهاء معاناتهم. لكن تفاجأوا هواية من أصحاب هاي الأراضي اللي استبشر خير بالقرار الحكومي أنه بالليل تم تهديم الدور اللي هم عايشين بيها، على الرغم أنه أكو بعضهم كمل معاملات التمليك البلدية المحافظة، يعني عنده طابو بس تفلش البيت. دوائر بلدية بمساندة القوات الحكومية فلشت بيوت الناس وما سمحت لهم أن يعمروها مرت اللخ، وجبرتهم أن يتركوها وطلعتهم بالشارع هم وأهلهم وجهالهم ونسوانهم، ما سمعوا لا صراخ ولا مناشدات، وبدت الناس تصرخ وتناشد حتى يمدون لهم يد العون أنه ما ينتركون يواجهون مصيرهم المجهول. خلونا نشوف. الله شاهد، وهذا الله فوقاي ويسمعني ويحارب قيادتي بقصدي. أنا رجال اشتغل عماله وقوة لميت لطابوقات وقعدت بيد رحت للعماله وجيت لقيت الحوش وفلش عليه. ليش؟ بما طالبوا ولا عمره 30 سنة لا مزوج ولا حد يسمه، واحنا ستة ويتامة الحوش العيل الغرفة اللي قاعدين بيها لا راويكم ياها تقول على قصتكم على قصتك قديك. انت اللي لا تلجني ليش؟ بما طالبني تعرف الدنيا وتلجني ليش؟ انا شنو مسويه؟ ناهب ساليب قاتل بايك. انت بس لحظة، ذكرت لي اكو واحد من الاخوة بالبلدية قال لك ابني، من هو؟ ذكره سيد محمود. قلت له عمي، قلت له عمي من احبني لا حد بالعدو ما عدو العالم تطلبني. قال عمي ابني ما هو سيد. قلت له عمي هو سيد. لا تبلك بنيت الغرفة، بنيت الغرفة حمام وصالة اي اطلع للشغل. انت قاعد بيه بيتك؟ قاعد بيه. قاعد بيه قاعد طلعت للشغل ولا قاعد للشغل لقيته ما هو. يرضيك يا دولة رئيس الوزراء، يرضيك يا السيد المحافظ. الله شاهد معك شاب هذا مقتبس حياته. لا تقعد دراتب، لا تقعد ما ادري شنو. يكفيكم العباس من العماله وقوه لميت وعمر 30 سنه 20 سنه صار يشتغل عماله. يلا لميت هذا حال. ولسبب تلقون اصحاب الاراضي الزراعيه اجتمعوا الاربعاء قدام مبنى بلدية النجف حتى ينددون قرار الهدم والتفتيش اللي صار، ويطالبون الحكومة أن توفي بوعودهم أن يتملكون الأراضي الزراعية اللي هم بيها. خلونا نشوف. خليه يصور شي تريد منك والله، خليه يصور. وقعوا على تفليشة، يعني كلهم متفقة، حتى المدير متفق وياهم، كلهم متفقين على تفليشة قاع بالصحراء. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم من فيسبوك أبو علي شحمان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وين تروح هاي الناس الفقراء من تدهم بيوتهم. سيد صباح يقول حسبنا الله ونعم الوكيل بهيش حكومة بس على الفقراء. وسيف علي الغالب يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد. أما عبير كوثر يقول السوداني ما جاي يشوف شي يسوون بالفقراء. مشاهدينا الكرام، يوم المرأة العالمي الناس تحتفل به، وبكل العالم النسوان يحتفلن بهذا اليوم إلا بالعراق، لأن العراقية أو المرأة العراقية ما تشوف هاي الشيء، هي تشوف معاناة. أكو فوضى وأكو ضياع حقوق وأكو هواية أمور بالعراق اليوم ما موجودة. هذا الشيء صار بانتهاك الحقوق بكل الأشكال،
بحق هاي الفئة من عنف أسري وطلاق واغتصاب وقتل واختطاف وتهجير إلى حد نتج عنا انحراف كبير بمسار المجتمع. وعاشت المرأة العراقية محن من 2003 لحد هاي اللحظة، وفقدت مئات الآلاف من النساء أزواجهن وأبنائهن بقتل واختطاف وتغييب، واضطروا أن يعيلون عوائلهم المتكونة من عدة أطفال. هالسبب قسم التواصل الاجتماعي وجد لنا هذا الانفوغرافيك، أو سوى لنا هذا الانفوغرافيك عن المرأة العراقية. حسب اليونسكو العراق ثاني أسوأ بلد لعيش المرأة. تعرفون ليش ثاني بلد؟ هو المفروض أول بلد مثل بغداد أسوأ مدينة للعالم بالعيش، لأنه ثاني أكو بفاشينستات وبلوغرات وأم فهد وغيرها 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 اللي وقفن سيطرات ويمشن ضباط ويحتجزن بنات بالمطاعم ويطبن إلى قاعات الفي آي بي بالملاعب مع كرة القدم. ذني اللي شوية صعدوا المرحلة دول العايشات، أما الفقرة مديوسين. نبقى بنفس الموضوع، بعد أن حددت الأمم المتحدة 8 آذار من كل سنة يوم عالمي للمرأة تحتفل به، لكن المرأة العراقية تعيش واقع مختلف بعيد عن أي مظاهر احتفاء واحتفال. وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن تلقيها 5000 شكوى بشأن عنف أسري السنة المضت، وتعيش مئات الآلاف من النساء بمخيمات نزوح ورمى فقدان أزواجهن. وهالسبب تفاعل المدونون مع هاي المناسبة على وسم هاشتاج يوم المرأة العالمي اللي اختاريناكم منه بعض التغريدات. عمر جلال يقول ويغرد كل النساء يولدون أميرات ثم تحولهن الظروف إلى محاربات. تحية فخر واعتزاز للنساء العراقية الكادحات المناضلات الصابرات اللواتي تعرضن للطحن الظروف القاسية على مر العقود الحزينة الماضية. هاشتاج يوم المرأة العالمي. وعبد الله البياتي يقول يوم المرأة العالمي امرأة قوية خلقت من ضلع المعاناة، أنت قوية بإصرارك بعزمك بإرادتك، أنت لست نصف المجتمع بل أنت المجتمع بأكمله، كل عام وأنت ملهمة وطموحة وقوية ومنجزة، كل عام وأنت أساس المجتمع. خليل الجبوري كل النساء يولدون أميرات، تحية فخر واعتزاز للنساء العراقية الكادحات المناضلات الصابرات اللواتي تعرضنا للظروف القاسية على مر العقود الحزينة الماضية، وكل عام وأنتم بألف خير المؤنسات الغاليات، الله يحرسكم بعينه التي لا تنام. هاشتاج الماجدات العراقيات، هاشتاج يوم المرأة العالمي. ومحمد آل عباس يقول كل نساء العالم عليهن أن يهنئن المرأة العراقية لأنها الوحيدة التي قاومت كل الحروب والصراعات وكابرت على جروحها وبقيت نخلة شامخة، كل عام وأنتن الحب والسند والأخت والأم، كل عام ونون النسوة وتاء التأنيث بخير. هاشتاج يوم المرأة العالمي. بالنسبة إلى أي شخص يعتدي على امرأة، إن كان زوج أو أخ أو ابن، إن كان من ميليشيا، إن كان ضابط، إن كان ذو منصب، فهو ليس برجل. ليس من المروءة أن ترفع يدك على امرأة. ولازم نفهم أن المرأة نصف المجتمع، ولازم نعرف أنه ديننا الحنيف إجا لإنصاف المرأة، لأنه قبل الدين الإسلامي كان المشركون يؤذون النساء، إجا الدين أنصفها.
فنوصل لل 2003 ونعبر ونبدي نشوف الحالات اللي تعاني من عندها المرأة العراقية، هاي غلط. رقم اثنين، الأم اللي عندها بريء بالمعتقلات لازم نفرح قلبها، ولازم الأبرياء يطلعون من السجون، ولازم أكو قضاء حقيقي يصير بالعراق. أما اللي موجود حاليا هو مو قضاء، هو يقضي على العراقيين وليس يقضي لأجل العراقيين. هاي رسالتي الأخيرة اللي أحب أوصلها للعراقيين. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم يوم الجمعة بإذن الله تعالى. في أمان الله.